ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أبنائي الطلاب بناتي الطالبات إلى حلقة جديدة من المدرسة النموذجية، وها نحن معا في الوحدة السادسة من مادة العلوم للصف الأول الأساسي، وسوف نتكلم اليوم عن النباتات. النباتات من حولنا. النباتات متنوعة ومختلفة، فهناك نباتات كبيرة وهناك نباتات صغيرة، وسوف نتكلم اليوم عن حجم النباتات. النباتات قد تكون شجرة مثل النخلة، وقد تكون شجيرة أي أصغر بالحجم مثل البسباس، أو نستطيع أن نطلق عليه الفلفل. وأيضا هناك الحشائش مثل العشب، هذه حشائش. مرة أخرى النباتات متنوعة، فهناك أشجار كشجرة النخلة لأنها كبيرة، وهناك شجيرات كالبسباس أو الفلفل، وأيضا هناك الأعشاب مثل الحشيش أو العشب. النباتات متنوعة، وبالتالي فإننا نصنفها إلى شجرة 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 مثل النخلة، شجيرة 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 مثل البسباس أو الفلفل، وعشب مثل الحشائش. ماذا تعلمنا؟ تعلمنا بأن أحجام النباتات متنوعة أو مختلفة، فهناك صغيرة مثل الحشائش، وهناك متوسطة مثل الفلفل والبسباس، وهناك كبيرة كالنخل. إذن النباتات تصنف إلى أشجار كبيرة، وشجيرات متوسطة، وأعشاب صغيرة. سوف نقوم بإكمال هذا المخطط. أكمل مخطط تصنيف النباتات. النباتات تنقسم إلى شجرة مثل النخلة. أنا أعرف أن خطكم أفضل من خطي، فلقد تعلمتم تعليما جيدا في المدارس. وهنا شجيرة، شجيرة البسباس أو الفلفل، عشب مثل الحشائش إذن النباتات تنقسم إلى شجرة كالنخلة، وشجيرة كالبسباس أو الفلفل، وعشب كالحشائش. الآن سوف ننتقل إلى درس جديد، وهو أجزاء النبات. أجزاء النبات هي سنتابع في هذه الشريحة أو في هذا المخطط أو في هذه الرسمة. سوف نجد هذا النبات وسوف نتعرف على أجزائه. هناك ورقة، وهناك ساق، وهناك جذر، وهناك جذر. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، هذا الجزء الموجود تحت التربة نسميه جذور أو جذر، جذر. وهناك جزء فوق التربة ونسميه ساق، ويكون غالبا هو ساق من الخشب. وكذلك الأوراق، وغالبا ما تكون خضراء. أجزاء النبات، نميز أجزاء النبات الظاهرة وأجزاء النبات غير الظاهرة، أي التي تكون موجودة تحت التربة. في هذا التقويم ألون أجزاء النبات في الشكل ب، هذا هو الشكل ب. ألون الأوراق باللون الأخضر، ولكنني لا أملك هنا سوى لون وحيد، فهذا هو القلم الإلكتروني. وبالتالي أعزائي الطلاب، فأنا سوف أقوم بكتابة اسم الجزء بجانبه. وهناك ساق بلون بني، هذا هو الساق، وهناك جذر بلون أصفر. إذن هنا سوف نكتب أوراق، أوراق. ساق هنا أو هنا سوف أقوم بكتابة ساق، وهنا سوف أقوم بكتابة جذر، جذر. أين هو الجزء الظاهر؟ الساق، الساق والأوراق، الساق والأوراق، الساق والأوراق، هذه أجزاء ظاهرة. أما الأجزاء غير الظاهرة فهي الجذور، الجذور لأنها تحت التربة. إذا ما هي أجزاء النبات الظاهر في الشكل ألف؟ الساق والأوراق. هنا ما هي أجزاء النبات الموجودة داخل التربة؟ الجذور، الجذور. أجزاء النبات. للنبات ثلاثة أجزاء رئيسية، هي جذر، ساق، أوراق. وللنباتات أجزاء ظاهرة، هي ما هي الأجزاء الظاهرة فوق التربة؟ الساق والأوراق، صحيح، أوراق وساق. وهناك أجزاء غير ظاهرة وهي الجذور، الجذور. هذا سؤال تقويمي سوف نقوم بعمله معا. ارسم أجزاء النبات الرئيسية، هل تساعدونني؟ هيا فلنتابع معا. سأقوم بإعادة الرسم على هذا الشكل. نعم استطعت. وهنا سوف أقوم برسم الورق، وهنا سأرسم ورقة أخرى. جميل، لقد نجحت في هذا الرسم. أكمل رسم أجزاء النبات في الشكل. لقد أكملت الرسم. ألون كل جزء بلون مختلف. سوف نقوم بتلوين الجذور في كتابك، قم بتلوينها باللون البني أو الأصفر، ونقوم بتلوين الساق باللون البني، ونقوم بتلوين الأوراق باللون الأخضر. نتابع. سوف نتكلم الآن عن درس جديد، وسوف نتحدث عن احتياجات النبات. ماذا يحتاج النبات كي ينمو ويتغذى؟ فقد تعرفنا في الوحدة السابقة بأن النباتات كائنات حية، وبأنها تتغذى وتنمو. وهنا سوف نعرف ما هي احتياجات النبات كي تتغذى وتنمو. نستنتج احتياج النبات للماء. ما هو سبب، ما هو سبب ذبول نبتة الفول؟ نبات الفول يحتاج إلى الضوء، يوجد ضوء، والهواء، والماء. في هذه الرسمة كان هناك ماء، لكن هنا لا يوجد ماء. إذن نبات الفول يحتاج إلى الضوء والهواء والماء، والماء. إذن ذبلت نبتة الفول لأنه لا يوجد ماء. أضع صح تحت نبات الفول الذابل، هذا نبات ذابل، سوف أضع علامة صح. يحتاج النبات إلى عناصر أخرى. ما هي العناصر التي يحتاجها؟ سوف نستنتج حاجة النبات من الرسم التالي. هذه نبتة فول، وهذه نبتة فول، هنا قمنا بتغطية الفول بغطاء. إذن نبات الفول يحتاج إلى الماء والضوء فقد استطاعت هذه النبتة أن تنمو بسبب وجود الضوء، وهنا ذبلت هذه النبتة لأنه لا يوجد ضوء. سوف أضع صح تحت نبات الفول الذابل، إذن سوف أضع صح تحت الرسمة ألف أو الرسم ألف. احتياجات النبات: ما هو سبب ذبول نبتة الفول في الشكل ألف؟ نبات الفول يحتاج إلى الماء، يوجد ماء في هذا القصيص، وتحتاج إلى الضوء، يوجد ضوء، وتحتاج إلى هواء إذن نبات الفول يحتاج إلى ماء وإلى ضوء، هواء يطلب مني هنا أن أضع علامة صح تحت نبات الفول الذابل، سوف أضع صح. يحتاج النبات لعنصر رابع، ما هو أيها الأعزاء؟ فلنتابع. ما هو سبب ذبول نبتة الفول في الشكل ألف؟ ما الذي ترونه؟ ما الذي تلاحظونه؟ أنا أعلم أنكم شديدو الملاحظة. ما هو الشيء المتغير في هذه الصورة؟ يوجد هواء ويوجد شمس ويوجد ماء، ما هو الشيء الذي افتقده نبات الفول؟ إذن نبات الفول يحتاج إلى الماء موجود، الضوء موجود، الهواء موجود، والتربة. أضع صح تحت نبات الفول الذابل، إذن هذا هو النبات الذابل، فسوف أضع عليه علامة صح. سنقوم بحل بعض التمارين مع بعضنا. احتياجات النبات: أميز السلوك السليم للعناية بالنبات. هذه فتاة تحجب أشعة الشمس عن النبات، وهذه فتاة تحاول أن تفتح النوافذ كي تصل أشعة الشمس إلى النبات، وهذه فتاة تقوم بسقاية أو بري هذه النباتات. مرة أخرى، هذا سلوك خاطئ لأنها تحجب الشمس ولأنها تغلق النوافذ، وهذا سلوك صحيح لأنها تفتح النوافذ، وهنا سلوك صحيح لأنها تسقي الزرع أو تروي الزرع. نتابع مرة أخرى. يحتاج النبات إلى ماء، ضوء، هواء، تربة. يحتاج النبات إلى ماء، ضوء، هواء، تربة. مرة أخرى، ماء، ضوء، هواء، تربة. يحتاج النبات إلى ماء، ضوء، هواء، تربة كي ينمو إذن النباتات تحتاج إلى ماء وضوء وهواء وتربة كي تنمو. في هذا التقويم أو في هذا التمرين سوف نقوم بوصل صورة النبات وحاجته. في هذه الصورة ماذا يحتاج النبات؟ إلى هواء أم إلى ماء أم إلى ضوء أو إلى تربة؟ نتابع. ماذا يحتاج هنا؟ هنا يوجد ماء ويوجد هواء وتوجد تربة، لكن لا يوجد ضوء، إذن سوف نقوم بإعطاء هذا النبات الضوء. في هذه الصورة يوجد ماء ويوجد ضوء وتوجد تربة، لكن لا يوجد هواء، فلقد قمنا بتغطية هذا النبات، وإذا قمت بتغطية شيء فإنك سوف تحجب عنه الهواء، إذن سوف نصله بالهواء. هذا النبات هناك ضوء وهناك هواء وهناك ماء، لكن لا توجد تربة. إذن سوف نقوم بإعطاء التربة لهذا النبات. وفي هذه الصورة يوجد هواء ويوجد الضوء وتوجد التربة، لكن لا يوجد ماء. مرة أخرى، النبات يحتاج إلى الماء والهواء والضوء والتربة كي ينمو، فالنبات كائن حي. أنكم قد تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس الشيق، وتعلمنا الكثير عن النبات وفوائده وأماكن معيشته. إلى اللقاء أيها الأعزاء في حلقة قادمة، في أمان الله.